عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، ذلك تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال الاجتماع أكد مدبولي أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها. بحث وزير البترول طارق الملا مع ديمتريوس كوبيلوزوس رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية والوفد المرافق له أوجه التعاون المحتمل بين الجانبين في مجالات تجارة ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامج بحث واستكشاف مكثف يستهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فائض لصناعة القيمة المضافة والتصدير. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 6 مليارات و100 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 75 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.961 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 27719 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 6478 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 9242 نقطة. استأنفت شركة النفط الليبية المملوكة للدولة الإنتاج في أكبر حقل من حقول النفط في البلاد، منهية بذلك توقفا دام أكثر من أسبوعين بعد إغلاق متظاهرين المنشأة بسبب نقص الوقود. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد، واستأنفت الإنتاج بكامل طاقته، والقوة القاهرة هو إجراء قانوني يحرر الشركة من التزاماتها التعاقدية بسبب ظروف استثنائية. ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن تقديراتها تشير إلى أن الغرب سيخسر أصولاً واستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار إن أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا. وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين بعد إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في فبراير من عام 2022، وهو ما أدى إلى حجب حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية لدى الغرب.